يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره، هل هذا يقال في استفتاح الصلاة أم يكون في دعاء القنوت؟ لا لا، في الاستفتاح، لكن في التهجد، الاستفتاح التهجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ولا يقال في دعاء القنوت إلا إن كان، يعني يقال من باب الدعاء الوارد فقد يقال في القنوت، لكن من باب أن هذا موضع في القنوت، لا ما هو موضع في القنوت، لكن لو قيل بعض الأحيان ما في مانع. نعم.